دايما بنسمع الكلمة دي، انا ما عدتش عارف ابني او عارف بنتي. هو دكتور قبل ما كان بياخد المخدرات كان حاجة، وبعد ما دخل في الادمان بقى حاجة تانية. تعالوا نتعرف على ايه السلوكيات اللي ممكن تكون موجودة في الشخص تخليه عرضة للدخول في الادمان. اولها الاعتمادية، سواء الاعتمادية النفسية او الاجتماعية، ودي بتنتج ان الشخص اصلا بيكون متربي في بيئة ما بتسمحلوش بالتعبير عن رأيه، بيتعرض للقهر او للتعنيف. رقم اتنين ان هو عنده دايما احساس بالدونية وعدم تقدير ذاته. من الحاجات كمان المهمة الخجل الاجتماعي وعدم قدرته على التعامل في العلاقات الاجتماعية. برضو كذلك الاندفاعية، والاندفاعية هنا بيدخل في سلوكيات وعدم تقدير التوابع بتاعته. خامس حاجة ان هو عنده استعداد للانقياد، يعني هو دايما بيحب ان هو يكون او يمشي وراء مجموعة معينة لها افكار معينة او كده. طيب الشخص بعد ما بيدخل في مرض الادمان بيبدأ يحصل يظهر عليه تغيرات تانية. ايه التغيرات دي؟ اولها هي السيكوباتية، ومعنى ده ان الشخص بيبقى عنده القدرة على التلاعب بمشاعر الناس وإلحاق الأذى بيهم بدون الشعور بأي ذنب. تاني حاجة وهي اضطرابات سلوكية، بنلاقي إن الشخص بدأ يكذب، بدأ يسرق، بدأ يبقى عنده غضب سريع، بدأ يدخل في علاقات غير شرعية، بدأ يدخل في إدمانات أخرى أو بيستبدل مادة بمادة. تالت حاجة تشوهات معرفية، والتشوهات المعرفية والفكرية دي اللي بتخلي الشخص طول الوقت عنده إنكار إن عنده مشكلة، وكذلك تشويه فكرة العلاج، ودايما إحاطة اللي حواليه إن هو ما فيش حد بيتعالج من الحاجة دي أو إن ما فيش مشكلة أصلا موجودة، ودي طبعا بتأثر على قرار العلاج. من النقط كمان المهمة إن بيحصل اضطرابات في المشاعر، يعني بنلاقي غضب شديد او تكسير او مشاعر حزن شديدة غير مبررة او غير متناسبة مع حجم المشكلة. من الحاجات الكمان يعني اللي بتحصل ان بتبدأ يحصل بقى ايه، الملامح الشخصية اللي بتبقى موجودة بتبدأ تبقى ظاهرة. هنا بقى اضطرابات الشخصية بجميع انواعها بنبدأ نلاحظ انها بدأت تبقى واضحة للي حواليها. فياريت ناخد بالنا من الحاجات اللي هي بتخلي الشخص دي عرضة، ونحاول ان احنا نشتغل عليها مبكرا، وده معتمد على ان احنا نربي اولادنا بطريقة تربية صحيحة بحيث ان هم ما يكونوش عرضة للدخول في الادمان.